خلونا نروح لكلمة المدير التنفيذي اللواء محمد مرجان عشان نبدأ حفلنا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الكرام، أبطال وبطلات العالم وأفريقيا والعرب أبناء النادي الأهلي، الحضور الكرام، نحتفل اليوم معا بأبنائنا أبطال النادي الأهلي الذين سجلوا أسماءهم بحروف من نور مع المنتخبات الوطنية في الرياضات المختلفة. واحتفالنا اليوم له مذاق خاص لأنه هنا في النادي الأهلي البيت الكبير الذي يقدر أبناؤه ويحرص على تكريمهم بما يليق بحجم البطولات والإنجازات التي حققوها باسم مصر وطننا الغالي. واختيار هذه المنطقة اللي احنا قاعدين فيها بالذات إنجاز آخر للنادي الأهلي في مجال العام 2018-2019. وعلى مدار التاريخ كان النادي الأهلي وما زال رافضا بل مقدمة الروافد التي تغذي المنتخبات الوطنية بلاعبين متميزين سواء في اللعبات الجماعية أو الفردية، حيث تتراوح نسبة لاعبي الأهلي في المنتخبات القومية إلى 70% من ممثلي المنتخبات القومية التي تشارك في المحافل الدولية. وقد استطاع 127 لاعب ولاعبة من أبناء النادي الأهلي تحقيق هذه الإنجازات اللي النهاردة احنا بنحتفل بيها في أرض النادي الأهلي بوجود مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب. وأخيرا أهني أبطالنا مرة أخرى ونعدكم أن نظل داعمين ليستمروا دائما على منصات التتويج ورفع راية مصر والنادي الأهلي. والسلام عليكم ورحمة الله.